افتكرنا وحشينا وحشينا معيشة غيرانينا دراري مشى كل واحد كيف يمشى تيهضر معاه هو يدير معاك شنو هادشي هذا كندوب بالصبر بالصبر كنا كندوب 100 درهم كنجيبو خسوره كامله دابا كنبقاو شهر شهر هكا تسخروا ماشي غير كارثية ما كاينش شي مصطلح ولا شي مفردة اللي كتشرح وكتوصف هاد السخط اللي واصلين للمواطنين فحنا اليوم ماشي حنا شحال هادو حنا كنطلعوا على الغلاء وكنطلعوا على هاد الأوضاع الكارثية وعلى الفقر وعلى البطالة وعلى ولكن حنا اليوم واصلين لواحد المستوى اللي ما يمكنش يزيدوا يسكتوا أكثر يعني خصنا نعرفوا أن هاد الأوضاع ما غاديش يتغير ونعرفوا أن هاد الناس اللي كيحكموا لنا ما كيفكروش في المصلحة ديال المواطن نهائيا هادشي هذا راه كيمشي كيبكي راه يخرج من عقل الانسان العقل ديالو غيخرج له بهادشي بهاد الزلا هذا بزاف 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 انا بعدا لحد الان كنشوف اللي كنشوفها كتبكي ترى المراه مسكينه مضرورة راجل كيسكت حق المراه مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله شي كوزينه كتجبر هادي الثالث ما قدرتش تقول الراجل ديالها لا قلت له الراجل ديالها مسكين الله يكون في العون ما في يدوشي معيشه قليله مدخول قليل ولا حول ولا قوه الا بالله يشوفونا الحال خصنا الخير ديال بلادنا يرجع علينا الخير ديال بلادنا نشوفوه علاش ما كنشوفوش الخير هو شحال هذا شحال هادي وحنا مقهورين الحق دابا جينا تسقارنا كيفاش صافي تسالى صافي سالينا الخلصه الخلصه كدوز الملكره الموضه وجلسينا تفرج شنو عندهم ولادك حنا شحال حنا كنقولوا للحامل الحامل الحامل حنا اللحم كناكلوه من العيد للعيد واخا ب 60 درهم راه حنا ما كنشريوهش لا اللحم ولا الكفته من العيد للعيد عا كنشوفوها من العيد للعيد اما بلا عيد ما كنشريوهاش واخا تكون ب 50 درهم ما كنشريوهاش حيت حنا ما كنقدروش عليها حق دابا كنحتاس حسبي الله ونعم الوكيل وفي اي كاميرا غنقولها الشعب وحق المواطنين وحق الاساسيه ما يمكنش يتم الوصف ديالو الا بانه واحد جريمه مقننه وجريمه كتعمل ضد الشعب المغربي المواطن ما بقاش كيقدر يشري ما ياكل للاسف الشديد كنعرفوا المدخول الشهري ديال المواطن البسيط ولكن ملي كنشوفوا السوق مقارنه داكشي اللي كيدخل الانسان خصو يصوم 29 يوم على 30 وصلت لحد المعيشة عندنا حنا في المغرب وصلت لحد ديالها وصلت لحد ديالها ما كاين لينا شنو دابا علاش غادي نهضروا ما بقينا لا نهضروا على الخضرة هي آخر شيء هو البيض آخر شيء هو مطيشة هي باش كيعيش المسكين فين غادي تزيد ما عندنا فين غادي نزيدوا معيشة
على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.